مراحل. قبل ما 855 تمارين التحولات السريعه التحولات البطيئه، وتقدر كما تقول يستعمل ماء جافيل كمطهر، وهو سائل يتم الحصول عليه بواسطه تفاعل غاز ثنائي الكلور ومحلول هيدروكسيد البوتاسيوم، حيث تتضخم في هذا التفاعل المزوجتان لان سأل او موان سأل دو، وايضا سأل دو سأل موان، هذو المزوجات متدخله. السؤال الاول جد، ومحلول هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم محلول كيحتوي على او اش مو، يعني وسط خدام في وسط قائم. اولا اكسب نصفي معادله تفاعل اكسده اختزال، اولا نصفي معادلتي تفاعل اكسده اختزال. نبدا بالنسبة للمزوجة الأولى، نشوفو بالنسبة لي سأل دو سأل مو. المزوجة الأولى شكون تفاعل منها؟ دخلت التفاعل ديال من ديال ثنائي الكلور، ديال ثنائي الكلور، شوف السيكلين هنا، إذا سأل دو مالو؟ تحول لعند سأل أو مو. من بعد شي واش نلقى فيها الوزن، هنا شحال ديال الكلور هنا؟ عندي جوج، من بعد عندي وحدة، إذا غنضرب في جوج. قبل دابا كنسأل العناصر كندوزو الأكسجين، إذا عندي هنا قبل السهم ما عندي والو، من بعد السهم عندي جوج، إذا نزيد على جوج ديال أش دوزو. من بعد ما هاديك الآن غنزول الهيدروجين، شحال ديال الهيدروجين هنا؟ أربعة، وهنا ما عندي والو، إذا غنزيد هنا أربعة ديال أش بليس. غتقول حنا خدامين في وسط حمضي، ماشي خدامين في وسط قاعد، ماشي في وسط حمضي، نكون صحيح. فاش كنكون خدامين في وسط حمضي كنتبع واحد الطريقة، فاش كنكون خدامين في وسط قاعدي كندير نفس الطريقة، ومن بعد كنزيد واحد الخطوة هي اللي غنوريها لكم الآن. إذا هنا 4 أش بليس، الآن وصلنا للشحام، إذا شحال عندي هنا؟ بدا أول حاجة السائل أو موان هو الأكسيد، الإلكترون تيكون وحدة يعني غيكون من هاد الجهة، شحال عندي هنا الشحنة؟ صفر، هنا عندي جوج سالبين مع 4 موجبين، يعني هما جوج موجبين. جوج موجبين خصني نزيد جوج سالبين باش ميبقى عندي والو، وبالتالي ملي قد هادشي فين؟ وسط حمضي. دابا باش يولي عندي وسط قاعدي اش كندير؟ كنزيد او اش موا بنفس عدد اش بلس، هنا غنجيب هاد الجهة هادي، شحال هاد اش بلس؟ إذا ربعة ديال اش بلس غنزيدو زايد، هنا ربعة ديال اش او موا، وهنا ربعة ديال اش او موا، صافي؟ إذا قد ما عندك ديال اش بلس زيد او اش موا. إذا هاد أش بلس مع أش أو موا هادو لي هنا، أش بلس مع أش موا غتعطيك أش دوزو، وهاد أش أو موا هنا غتبقى في بلاصتها، إذا غتولي معنا هي سائل دو زائد ربعة أش أو موا زائد جوج أش دوزو، أش كتعطينا؟ جوج سائل أو موا زائد شحال ديال أش دوزو؟ زائد ربعة أش دوزو زائد جوج الكترونات، إذا قلنا على اش بلس ربعة اش بلس باش نزيدو ربعة اش أو يعطونا ربعة ديال اش دوزو، بما أن اش دوزو هنا واش دوزو هنا، إذا غادي نمسح هاد اش دوزو من هنا جوج ونقصهم من هنا، غتولي عندنا المعادلة على هاد الشكل، إذا هنا جوج اش دوزو، هادي نفس المعادلة الأولى. الآن شوفو بالنسبة للمزدوجة، للمزدوجة الثانية يعني السائل دو سائل مو. هنا قال كي تفاعل ثنائي الكلور سائل دو مع هيدروكس محلول هيدروكسيد البوتاسيوم، ما عنديش شي مزوجة فيها كاع هيدروكسيد البوتاسيوم، إلا حسب هاد المزوجة غيكون فيها السائل دو، يعني كيوقع تفاعل ذاتي ما بين جزيئات السائل دو اللي كتلعب دور الأكسيد وجزيئات السائل دو اللي كتلعب دور المختزل، إذا هاد السائل دو هي اللي عندنا هنا هي اللي غتفاعل نفسها، السائل دو غتحول عند السائل موان، غنضربو هنا في جوج في البداية، يعني جوج وهنا وحدة نضرب في جوج، ما عنديش الأكسجين ما عنديش الهيدروجين غنوصلو للشحان، عندي هنا صفر وهنا عندي جوج شحان سالبة، غنزيد هنا جوج الإلكترونات باش تولي متوازن. إذا الآن هادو هما أنصاف المعادلات عندنا، هادي عندنا هاد،
خاطر تستثمر على تفاعل الاكسيد الاختزال الذي يحدث اثناء تصنيع الماء الجوفي. اذن معادله ولا المعادله الحصيله للتفاعل تقدروا على حصيله التفاعل كنجيبوها من انصاف المعادلات من هذو بجوج. ولكن قصدكم لا جمع شنو ندير نتاكد بان على الالكترونات المزدوجه الاولى في المعادله الاولى كيساوي على الالكترونات المونس المعادله الثانيه. اذا عندنا جوج الالكترونات وعلى جوج الالكترونات. اذا الان الامر يعني مريقل غادي يدوزو نيشان نجمعو المعادله. اذا المعادله خاصها التفاعل شنو غادي ندير؟ اسهم هنا كاين خطا خصني ندير جوج ديال الاسهم باش نعبر انها بس معادله الكترونيه. لا لا متفاعلات من بعد قبل السهم نجمعهم بوحدهم من هادو. اذا السائل 2 زائد 4 اش او موان زائد السائل 2. اذا غتولي عندي هنا جوج ديال السائل 2 سائل 2 مع سائل 2 جوج ديال السائل 2 زائد 4 اش او موان. الكروس ما كيضروش كيتم الاختزال ديالهم. اذا شنو من بعد التفاعل عندي عندي جوج ديال السائل او موان زائد جوج ديال اش دوزو زائد جوج ديال السائل موان. هذه معادلة التفاعل الحاصل. وكيبان بان كل هما الارقام عندنا هنا زوجيه نقدروا نقسموها على جوج وتولي المعادله هي سائل 2 زائد جوج اش او موان كتعطينا سائل او موان زائد اش دوزو زائد سائل موان. اذا الان المعادله ولات هكا قسمتها كلها على جوج لان بغيت نسمى بان معاملات عدد زوج. السؤال الثاني الان قالت المعايرة محلول تجاري لماء جافي لتركيز واستزرو نأخذ منه حجما في واحد كيساوي 10 ملل. لهنا خصك تضبط المطاط ديالك مزيان باش متبقاش تخربق في المحلول الأول المحلول الثاني المحلول الثالث. حدد ها المحلول اللي عندنا ها اللي خففناه ها اللي كنعايروه ها اللي طفناه من جديد. ضبط الأمور ديالك باش منين هاديك تكون عارف شنو كاين. إذا قالت المعايرة محلول تجاري لماء جافي لتركيز واستزرو. إذا عندنا ماء جافي تركيز ديالو استزرو نأخذ منه حجما في واحد. إذا أخذنا منه في واحد كيساوي 10 مللتر ونضيف إليه الماء المقطر للحصول على محلول الأس مخفف من هذا ماء جافي اللي غنعايرو صوبنا منه واحد مخفف محلول مخفف. شنو المميزات ديالو؟ محلول مخفف ونضيف إليه الماء المقطر للحصول على محلول الأس مخفف حجمه بذل. إذا الحجم ديال الذل كتساوي 100 مللتر. من هنا خدينا 10 مللتر من 10 مللتر من هذا باش نخففوه. التركيز ديالو سي واحد ما حدوهناش. ثم نأخذ من المحلول المخفف هذا أس اسمه محلول مخفف أس حجما في بريم. إذا هذا غناخذ منه حجم في بريم كيساوي 10 مللتر ونضيف إليه محلول محمض ليودور البوتاسيوم ك بلس زائد إي موان بوفرة. إذا هذا نضيف له إذا هذا في بريم نضيف له محلول ك بلس زائد إي موان بوفرة. بينت هذه المعايرة أن كتلة ثنائية من المتكون هي إم كتساوي 125 ملي غرام. إذا كتلة إي دو المتكون هي إم كتساوي 125 ملي غرام. المزدوجة المتدخلة في تفاعل المعايرة هما إي دو إي موان و سأل أو موان سأل دو سأل موان. أول ألف أكتب نصفي معادلة تفاعل الأكسيد الاختزال الذي يحدث خلال المعايرة. إذا ألف هناخد المزدوجة الأولى إي دو إي موان ونكتبو نصف المعادلة ديالها وسائل أو موان سائل موان نكتبو لها نصف المعادلة ديالها. لا هنا قبل ما نكتب المعادلة خصني نعرف بدا شكون نوع الاتفاعل. إذا حنا في المتفاعلات خدينا كابلوس زائد إي موان. إذا هاد المزدوجة تفاعلات منها إي موان وزادو قالوا لي أن كتلة ثنائية المتكون راه هو. إذا هذا تكون إذا هذا تفاعل. بالنسبة لعدد المزدوجات كان هذا تفاعل من المختزل. إذا مباشرة هنا غادي يكون المتفاعل هو المؤكسيد. إذا غادي نكتب هنا إي موان كتحول لين لإي دو ونضرب في الموازنة نضرب في الأول هنا في جوج. إذا عندي هنا واحدة إي وهنا جوج نضرب في جوج. ما عنديش أكسجين ما عنديش الهيدروجين نشوف الشحن. إذا الشحن غادي يزيد وحدة إي دو لأن عندي مزدوجة. إذا إي دو هو المؤكسيد حدا غادي يزيد الشحن هنا
شحال عندي هادشي خمسة اللي بها جوج وهنا ما عندي والو، إذا هذي جوج إلكترونات. الآن هذا اللي غيصفى غنديرو هنا سأل أو موان، غيتحول ليه سأل موان. نبداو الكلور عندي واحد هنا واحد، الدرجة التانية كدوزو الأكسجين عندنا هنا وحدة، هنا ما عندناش غنزيدو أش دوزو. نشوفو الهيدروجين هنا ما عنديش، هنا عندي جوج، إذا نزيد جوج ديال أش بليس زيدو. إذا هنا وصلنا الشحان، الشحان غنعطيوهم لعند هذا السائل أمور هنا حدا، عندنا هنا شحنة سالبة مع جوج موجبين هي زائد واحد، وهنا عندنا وحدة سالبة. إذا عندي بلوس وحدة باغي نولي يولي عندي ناقص واحد. إذا باش تمشي من زائد واحد ناقص واحد شنو خاصك تنقص؟ نقص واحد باش تولي توصل للصفر، وتعاود نقص واحد يعني خاصك جوج شحان سالبة، يعني غنديرو هنا زائد جوج إلكترونات. إذا هادو هما أنصاف المعادلات الإلكترونية. الآن باء قال استنتج معادلة التفاعل الاستفزازي الذي يحدث أثناء المعايرة. باء المعادلة الحصيلة لتفاعل المعايرة. شنو قلنا نديرو باش نلقاو تفاعل المعايرة؟ عندنا نصف المعادلات عندنا، قلنا غير نجمعوهم، قلنا جمعوهم قلنا نتأكدوا بأن عدد الإلكترونات قبل السام في المعادلة الثانية كيساوي عدد الإلكترونات في المعادلة الأولى. إذا عندنا جوج هنا جوج، الأمر بسلام دوزو نجمعو، نديرو السام ديالنا، جمعنا المتفاعلات وجمعنا النواتج، إذا جوج إيموان، إذا هنا هادو المتفاعلات، هنا غنجمع كلهم اللي عندي، إذا زائد سأل أو موان زائد جوج أش بلس، هنا الإلكترونات كنختزلوهم مكيبانوش في المعادلة الحصيلة، هنا في النواتج عندي إي دو زائد سأل موان زائد أش دوزو. هذه كانت المعادلة الحصيلة. الآن ثلاثة، قال كيستنتج تركيز أيونات تحت كلوريد السائل أموا في ماء جافيل تجاري. هو هذا هو الماء جافيل تجاري. إذا حنا المعلومات اللي وصلتنا وصلتنا لهنا، عندنا التفاعل بين المعايرة ها هو، وعارفين كيف الكتلة ديال ثنائي اليود ديال السكولات عندنا، وعارفين كيفاش دزنا كيفاش وصلنا لهذا المحلول. إذا هذا المحلول هو محلول مخفف ديال هذا، ما عرفتش شحال خدينا، تعرف شوف التبريد، غنخدمو على هذا، ومن بعد غنستنتجو ونرجعو لهذا. إذا أول حاجة غنديروها، غنحاول نشوفو شحال ديال السائل الأموا اللي كاينة، نقضي مع نفس النوع، ولكن ما نمشيش لهذا مباشرة، نبدا مع هذا اللي عندي عليه معلومات، عندي المعادلة المعايرة، وعارف شحال النواتج تكون. إذا في الأول نستنتج في هذا المحلول هذا اللي عايرناه، شحال كان عندنا ديال السائل الأموا، ملي نعرفو شحال كان عندنا في هذا، غنرجعو لهذا. نستنجو شحال كان فيها، ملي نستنجو شحال كان في هذا، نرجعو نستنجو شحال كان في هذا، نمشيو بالخط، وهذا اللي كيجي الكلام الصعيب في الكيمياء، تعلمو نخدمو بالتدريج، دو المعطيات ديالكم، بدقة، وسير دقة دقة، أولا نحدد قلنا كمية مادة ديال السائل أوموا اللي عندنا في هاد الحجم هذا، ولا التركيز ديال هاد الأيونات هنا، هي أول خطوة. غادي نحدد السؤال ثلاثة، تحديد التركيز ديال السائل أوموا في ماء جافي. غادي نمشي الجدول الوصفي لتفاعل المعايرة. بما أن المعادلة هنا غنجي مبنية على هذا المعادلة هذي، نصوب الجدول ديالها هنا، هنا عندي كميات مادة، هنا بقات لنا نزيدو الحالة الثالثة هي هنا. حالة بدئية، حالة تحول،
الحالة النهائية. إذا قلت لك اقسم مع الزائد ها هي، اقسم مع الزائد الثانية ها هي، اقسم مع الأول السهم والنص ديال السهم باش نوصل المتفاعل تاع النواتج، نقسم هنا مع الزائد، نقسم عاود مع الزائد. ما تكمل إذا هنا صفر صفر صفر، لأن هنا الماء قلنا وافر. معنى تفاعل إكس باختصار مع H بلس هو سطح اللي كنديرو من أجل الموازنة، إذا H بلس هو كيكون وافر. إذا هنا شنو قلنا؟ غنديرو هنا إن إي ديال إي موان، هنا إن إي ديال السائل أو موان. إذا هنا شنو كنكتبو؟ كنكتبو داكشي اللي كعرفنا في الأول، إن إي ديال إي موان ناقص هاد المعامل هنا مضروب في التقدم، هنا إن إي ديال السائل أو موان ناقص المعامل هنا مضروب في التقدم يعني ناقص إكس، هنا عندنا المعامل هو واحد يعني إكس، المعامل واحد هو إي. يكون x. إذا أنا كنعرف في السطر كنعرف فوط x كندير x max. هنايا ان اي ديال السائل او موان ناقص x max. هنا ان اي ديال اي موان ناقص زوج x max. لهنا باش نحدو كمية المادة اللي كانت عندنا في الأول ديال السائل او موان، خصنا نكونو عارفين x max. قرون معطيات اللي عندنا قالك المعايرات وظيفة المحلول بئس المعايرة نقطة هذه المتكون هي لما أن السائل أو موان هو المحيط لما قالك محلول يدور البوتاسيوم بوفرة لأن هذا إي موان هذا بما ان محلول يدور البوتاسيوم يوجد بوفرة فان هاي سجلناها في الاول اذا كان هذا اي موان بوفرة اذا السائل او موان يكون هو الوحيد اذا بما انا لوش اجد وصفي راح جاوبنا على السؤال ديال نكتبو الان بما ان ك بلس زائد اي موان مستعملة بوفرة فان السائل او موان هو المتفاعل المحيط. شنو يعني هو المتفاعل المحيط؟ كان هناك كمية المادة في الحالة النهائية ديالو غتكون كتساوي صفر، أي ومنه إن إي ديال السائل أو موان ناقص إكس ماكس كتساوي هنا صفر، هذا كيعني بأن إن إي ديال السائل أو موان كتساوي هنا إكس ماكس. مزيان، إذا إكس ماكس عندنا ولا ما عندناش؟ حنا المعطى اللي عطاونا هو الكتلة ديالاش؟ ديال ايدو المتكون، إذا هنا شحال تكون من هذا؟ واش كنلاحظو في الدروس في الحالة النهائية إكس ماكس شنو هي؟ هي كمية المادة، إذا قلت هادشي كيكون مكتوب في الخاص هو كمية المادة في واحد الحالة معينة، يا بدئية يا خلال التحول في الحالة النهائية. هادشي مكتوب هنا كيمثل كمية المادة ديال ايدو في الحالة النهائية، ومن خلال جدول وصفي. وصفي لدينا إكس ماكس اش كتساوي لنا؟ ان اي ولا ام ديال اي 2 ان في ناد اي 2 صافي اذا اكس ماكس اش كتساوي هي الكتله ديال اي 2 كميه الماده ديال اي 2 شنو هي شو احنا عندنا الكتله اذا شكون هي العلاقه اللي غنجيب منها كميه الماده انطلاقا من الكتله هي اذا كميه الماده النهائيه ديال اي 2 هي الكتله ديالو في الحاله النهائيه على الكتله الموليه ديال اي 2 إذا شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا صفر عندنا هنايا 225 في 10 ناقص 3 لينا بالمليغرام على الكتلة المولية ديال إيدو راه غتكون في الجدول هي 254 غرام بار مول. لما تلقاو إكس ماكس هي 4.9 10 ناقص 4 مول. إذا لقينا إكس ماكس إذا إن إي ديال السائل أو موان شحال كتساوي لنا؟ 4.9 في 10 أس ناقص 4 مول. ما هاد العلاقة هادي؟ إلا خدينا إكس ماكس فكمية المادة اللي كانت عندي في هاد المحلول هذا من السائل أو موان هي 4.9 في 10 أس ناقص 4. لا عندك كمية المادة اللي كانت عندنا هنا وعندك الحجم اللي فاش كانت كتوالد هاد الكمية هاد الكمية هادي 4.9 في 10 أس ناقص 4 راه كانت كتواجد في الحجم اللي خديناه في 10 مليلتر
لا تقول القوس كذا نحل هذا ما تقولوش تقول القوس سي واحد اذا سي واحد اش كتساوي لنا ان اي ديال سي ال او موا كمية المادة اللي كتهضر عليها الحجم على ذا بريم صافي لا حنا لقينا سي واحد نقدروا نلقاو سي صفر ما نقدروش نقدروا علاش لان المحلول هذا جبناه بالتخفيف وكنعرفوا حنا العلاقة ديال التخفيف شنو هي كانت في التخفيف علاقة ديال التخفيف عليها مزيان علاقة التخفيف شنو عندنا سي اي في اي كيساوي لنا سي فينال في فينال يعني التركيز المحلول قبل التخفيف الحجم ديالو قبل التخفيف كيساوي لنا التركيز ديالو بعد التخفيف الحجم ديالو بعد التخفيف تبعنا هنايا وحسب علاقة التخفيف فشنو علاقة التخفيف ما بين جوج محاليل لان الحجم اللي خفنا شحال هو هو في واحد كيساوي 10 مليلتر هذا هو الحجم اللي خفناه سي واحد هو الحجم ديال المحلول اللي تخفف و في الحجم المحلول المخفف هو 100 مليلتر اذا ركز معايا مزيان قال الحجم اللي خفناه هو 10 مليلتر راه مزور في التمرين في واحد سي زيرو هو الحجم المحلول اللي خفناه الحجم المحلول من بعد التخفيف هو سي هو 100 مليلتر وشحال التركيز ديالو اصبح هو سي واحد لما عوض هنا حسب علاقة التخفيف شنو عندنا سي واحد قبل التخفيف عندنا سي زيرو في في واحد اش كتساوي لنا الحجم المحلول من بعد التخفيف والتركيز ديالو هو هادو اذا سي واحد في في لاحظتوا فاش حطيت العلاقة هنا بديت خدام مزيان كنعرف نشوف المقدار ماشي ما سي واحد ماشي مع سي زيرو في واحد ماشي مع سي زيرو سي واحد ماشي مع في وفي بري ماشي مع سي بري مثلا ضبط الوقت هذاك حط كل وقت الوسط وحط فيها المقادير هذا المحلول الاول هذا الثاني هذا الثالث كل ما تقدر تشوف الرموز اللي رمزوا بها باش ما كتكون خدمه سهله حنا كنحسبوا على سي زيرو يعني سي زيرو اش كتساوي لها سي واحد في على في واحد هذا في واحد طلع والسي واحد هذه هي اش اللي كتساوي لها ال اي ديال سي ال او موان على ضربوها في في على في بريم في واحد من هذا الشيء الا خديتوه عوضتو بلاصة سي واحد غنلقاو هذا الشيء اذا تطبيق العدد الان سي زيرو واش كتساوي لنا ال اي ديال سي ال او موان هي هذه حسبناها هي 4 فاصلة 9 10 اس ناقص 4 في في شنو هو في جينا هنا في هو الحجم المحلول بعد التخفيف يعني 100 مليلتر مقسومة على في بريم شنو هو في بريم هو الحجم اللي خدينا باش نخفقوه 10 مليلتر هنا نضرب 10 ناقص 3 وهنا نضرب 10 ناقص 3 في في واحد شنو هو في واحد هو الحجم اللي خدينا باش نخففوه هذا الحجم اللي خدينا باش نعايرو وهذا الحجم اللي خدينا باش نخففوه يعني 10 مليلتر 10 في 10 ناقص 3 غتبقاو بين السي زيرو كتساوي نشوفو هي 0.49 مول متر موازنة هذا هو التركيز ديال المحلول ديال ماء جافي اللي خديناه ودرنا له الدراسه